أهلا وسهلا بحضراتكم إلى آخر فقرتنا في هذا الصباح، نتكلم فيها مع مجموعة من أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة لهذا الصباح. نشرفنا في الاستوديو للتعليق والتعقيب الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف. صباح الخير عليك. صباح الخير يا أستاذ منى، وصباح الخير على كل مشاهديك. أهلا وسهلا بحضرتك. نشوف بحضرتك دلوقتي عرض في أبرز عناوين الصحافة، ونرجع نبدأ على طول بأولى الأخبار. نتابع معك. يشرف. بدايتنا في هذه الجولة من صحافة اليوم هتكون من جريدة الوطن. أستاذ شريف، اخترنا عنوان مكتوب في جريدة الوطن: مصر بتتغير، التاريخ يطوي الطوارئ. حالة الطوارئ أو إلغاء الطوارئ الحقيقة شكلت حالة، والبعض حتى أطلق عليها المكسب. إزاي حضرتك بتشوف إلغاء الطوارئ في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ أولاً أنا أحيي صحيفة الوطن على اختيار مصر بتتغير، لأن أهم أدوات التغيير هو التغيير المجتمعي، والتغيير المجتمعي اللي ممكن نلاحظه هو إلغاء مادة حالة الطوارئ اللي أعلنها الرئيس في أكتوبر 21. حالة الطوارئ عانت مصر منها بشكل كبير، ولكن قبل 2011 كان هدفنا كشعب مصري أن نلغي الطوارئ. بعد 2011 حدثت أحداث أدت إلى بقاء حالة الطوارئ ومدها مرة أخرى، وفي مقدمتها الحرب على الإرهاب على سبيل المثال. ولذلك كان وإطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو يمثل نقلة كبيرة في مسألة التغيير ومسألة نظرة العالم إلى مصر. يعني بناء على هذه الاستراتيجية العالم نظرة أخرى إلى مصر، وده تمثل في عقد سلسلة من الاتفاقات الدولية، وأيضا تعزيز الدور المصري عالميا وإقليميا، أيضا مسألة أن تكون مصر منظمة لمؤتمرات دولية وليكن كوب 27 على سبيل المثال. كل هذا لم يكن يتحقق إلا في حالة وجود هدوء مجتمعي. هذا الهدوء المجتمعي ناجم عن الاستقرار الذي تحقق، وفي الآخر كانت مصر أمام إلغاء مادة حالة الطوارئ، وبالتالي أصبحت مصر دولة آمنة، مصر دولة قادرة على تحقيق الاستقرار، مصر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030. كل ده لا يتحقق إلا بعدم وجود حالة طوارئ. فكرة أحيانا برضو أستاذ شريف يعني أي دولة بتتعمد أو تفضل أن تقول أنها تستطيع التعامل بشكل جيد جدا ومحكم مع أي بؤر إرهابية أو إجرامية لديها دون الحاجة إلى وجود يعني حالة الطوارئ. القوانين الموجودة في مصر كفيلة بأنها تتعامل مع كل هذه الحالات، ولكن لا أحد ينكر أن هناك حالات استثنائية في مناطق ما تضطر إلى وجود حالة طوارئ لفترة ما، ولكن إلغاء مصر لهذا المد
يعني الكثير، يعني الاستقرار الدائم، وهو ما تسعى إليه الدولة والشعب معا. نعم، خلينا ننتقل مع حضرتك إلى جريدة الدستور وعنوان مهم جدا الحقيقة، الحوار الوطني، ويدعو المواطنين للمشاركة بآرائهم في المحور الاجتماعي. في ناس معتقدة أن المواطن المصري أو أن 100 مليون مواطن مصري عايزين يتكلموا سياسة بس، إنما في حقيقة الأمر المواطن المصري كتير جدا من المواطنين المصريين عايزين يتكلموا اجتماعيا، عايزين يتكلموا. يعني مثلا لسه كنا حالا قبل لقائنا مع حضرتك بنتكلم في مشكلة الزيادة السكانية. نعم. والله لو نزلت الشارع وقعدت كلمت حضرتك مع الناس حتى على القهوة على الكافيه، هتلاقي ناس كتيرة قوي بتقول لك أفكار ومهتمة بالموضوع ده، يقول لك لا والعدد ولازم ناخد بالنا، وأصل المؤسسات الدينية بتقول، وأصل الدولة عملت كذا. أصلا اللي عايز أقوله إنه مش بالضرورة إنه الحديث السياسي فقط هو ما يشغل بال المواطن المصري. هنا لما جت الدولة من خلال إدارة الحوار الوطني وقالت نعقد يعني حوار مجتمعي، حوار مجتمعي. نعم. ونتحدث بصفة عامة عن كل ما يتعلق بالشارع المصري سياسيا اقتصاديا اجتماعيا كل حاجة. نعم. شايف حضرتك ده هذه الدعوة ازاي، وايه الحوار المجتمعي اللي ممكن حقيقي نكون محتاجينه النهاردة في اخر 2022 مع الاخذ في الاعتبار ما يحدث في العالم؟ طيب، اولا بس استكمالا للي قلناه من شوية، ان لولا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ولولا إلغاء مادة حالة الطوارئ ما كان الحوار الوطني، وما كانت أحياء فكرة العفو الرئاسي مرة أخرى. لولا الاثنين دول ما كانش الاثنين دول. الحوار الوطني بيمثل لمصر فكرة مهمة جدا. اسمحي لي وده رأي خاص، أن الحوار الوطني في حد ذاته هو هدف، أن أنا أصنع حوار بعد كل هذه السنوات من الصخب ومن الضجيج ومن الاختلاف ومن التحريض ومن التوجيه ومن الاستقطاب. بعد كل هذه السنوات أن نصل إلى فكرة الحوار المشترك، ده في حد ذاته هدف. الهدف الآخر، بؤرة هذا الحوار، هو الحوار المجتمعي أو المحور المجتمعي. الناس بتعتقد أن الحوار السياسي هو مجرد الإفراج عن مجموعة، الحوار الوطني هو مجرد الإفراج عن مجموعة من السجناء السياسيين، تعزيز دور الأحزاب السياسية والانتقاء، كل ده كلام جميل. ولكن ما يعني المجتمع المصري بالدرجة الأولى هو الحوار المجتمعي ذاته، المحور الاجتماعي ذاته. المحور الاجتماعي ذاته بيمثل، أنا أعتقد أنه ممثل في عدة نقاط، أهمها الهوية الثقافية، وده شيء مهم جدا، دور القوى الناعمة اللي احنا فيها، تحديد هوية المجتمع. المجتمع عايز إيه؟ المجتمع مش عايز يقوم الصبح ياكل ويشرب وينام وبتاع، طب اين هويه المجتمع في كل ده؟ نمره 2، دور الشباب، وهو دور رئيسي ومهم جدا لاي دوله، وخصوصا دوله كمصر بعمقها التاريخي وبقدرتها على التحول. ايضا هناك رؤيه للتعامل مع القضايا المجتمعيه بالكامل. كيف ننظر إلى قضايا أساسية كالصحة والتعليم؟ ما هو أنظمة التعليم الأساسية للمجتمع؟ ما هو التكنولوجيا، التكنولوجيا جزء من التعليم. ولذلك هنا أنا دايما بتحضرني رؤية جميلة جدا، وجزء من الصحة كمان، مش بره طبعًا. دلوقتي في روبوت بيعمل عمليات جراحية. الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي في عام 1938 عمل كتاب اسمه مستقبل الثقافة في مصر، كان بيتحدث في 80% من هذا الكتاب عن التعليم. إذن التعليم هو محور مجتمعي أساسي في التحول لأي دولة. مستحيل أن نكون على أعتاب الجمهورية الجديدة ولا يكون هناك حوار مجتمعي يليق بمصر. وأعتقد أن دعوة السيد الرئيس وحديثه عن أن مصر تتسع للجميع، يعني إيه تتسع للجميع؟ الناس فاكرة أن تتسع للجميع عن اختلاف الأيديولوجية السياسية، يعني واحد ورؤية مختلفة مع واحد آخر. لا، تتسع للجميع لحرية الرأي. حرية الرأي أيضا ليست الحرية السياسية، ولكن حرية وجهة النظر. أنا لدي وجهة نظر مثلا في التعليم، لدي وجهة نظر في التعامل مع قضايا الثقافة. هذا الاختلاف هو اختلاف محمود، اختلاف يمكن أن يؤدي بالدولة وينقلها نقلة محترمة وكبيرة
تليق بتاريخ مصر وحجمها وعمقها الحضاري. هذا الاختلاف المحمود وجاء على بالي وحضرتك بتتكلم دلوقتي وقلنا موضوع الشباب، لما نكون في وقت احنا شايفين، وبرضه احنا لسه بنتكلم في ده قريب على فكره الدوله وصدها المستمر ليك هجمه شرسه من الشائعات الحقيقه ورا بعض ورا بعض، وبعدين فجاه حضرتك في وقت قصير تلاقي 50 شائعه 100 شائعه طالعه وباشكال مختلفه ولن تتوقف بالمناسبه. بس بتجي لها فترات كده تحس انه خير، ايه كميه الاشاعات اللي طالعه دي؟ هو ده من ادله النجاح بالمناسبه جدا. ده من ادله النجاح. طيب سؤالي هنا، هل الدعوة للحوار الوطني وهذا الحوار المجتمعي في وقت بتمر به الدولة بهذا الكم من الشائعات المقصودة والمبرمجة والمعروف هي طالعة فين ومنين وليه أهدافها إيه، هل دي حائط صد للشباب بالذات صغير السن اللي هو ممكن في وقت كتير قوي يتضحك عليه أو يتقال له انت صوتك مش مسموع، انت مش هفرق معاك في حاجه، انت يعني هتفكر في ايه، انت هتتكلم هتقول ايه، اصلا صوتك مش هيتسمع او ارائك مش هتتسمع؟ هل ده ترجمه او هل اللي بيحصل ده عن طريق اداره الحوار الوطني ترجمه فعليه او رد فعلي على ارض الواقع على هذه الدعوات المقصود بيها الشباب صغير السن؟ اولا انا يعني دعيني ان اؤكد ان الدوله المصريه خلال السنوات القليله الماضيه استطاعت أن تمد جسراً كبيراً مع فئات كانت معزولة مجتمعياً وفقاً لظرف سياسي ومن بينها الشباب. وأنا أعتقد مثلاً أن منتديات الشباب التي أقيمت على مدى السنوات الماضية وأيضاً مؤتمرات الشباب التي رعاها الرئيس بنفسه، برنامج مثل اسأل الرئيس وغيره من البرامج المباشرة التي يستطيع فيها الشباب لأول مرة بالمناسبة في تاريخ مصر الحديث أن يتحدث مباشرة مع رأس القيادة السياسية في مصر، وده بالمناسبة ما كانش بيحصل قبل كده على الإطلاق. أيضا فكرة الهوية، أن نغرس الهوية الوطنية المصرية لدى الشباب. النهاردة احنا أمام عالم منفتح، عالم فضاء أوسع وعالم افتراضي كبير يستطيع أن يؤثر في من داخل هذا العالم أو فيما يعرف بسيكولوجية الغرف المغلقة. يعني من الإمكان أن نسيطر على مجتمع من الشباب من خلال مجموعة من الغرف المغلقة، وبالتالي لابد أن نكون لدينا القدرة على الرد. وأنا بيحضرني يعني قول للسيد الرئيس من حوالي أسبوعين بيقول لك طب إحنا عندنا إيه نخبيه؟ طب وهنخبي ليه؟ طب ما هو ده برضه هو ده المحور الرئيسي، يعني الرئيسي في الموضوع، احنا هنخبي ليه؟ طب ليه نخبي؟ الدنيا واضحه قدامنا ومن حق اي حد ان هو يسال السؤال ومن حق ان احنا نختلف، والدوله قابله هذا الاختلاف يعني ومرحبه به امام العالم، وهناك وعد من الرئيس امام العالم بان تكون هناك حريه راي على قدر كبير، وهذا الوعد تسير الدولة نحو تطبيقه بشكل احنا كبير. للأسف وقتنا انتهى، ولكن في ثواني بعد إذنك يا أستاذ شريف آخر نقطة، لأنه الأوضاع طبعا بتتصاعد في بين روسيا وأوكرانيا وفي تبادل اتهامات طبعا بشأن قصف المدنيين. التصريحات اللي حصل من جانب الطرفين في ظل تعهدات وزير الخارجية الروسي لافروف بفرض الحماية الكاملة لأي منطقة تضمنها موسكو، هل بتشوف وده تحول كبير حاصل في المشهد؟ هل بتشوف انه هنا في قوة جذب من الطرفين لضم هذه المناطق او عدم ضمها الى روسيا؟ هو ده 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 اولا هيكون خاضع لعملية الاستفتاء نفسها اللي بتجري دلوقتي. يعني احنا لو تابعنا من كلمة لافروف امام الامم المتحدة الى الان حتى هذه اللحظة، كم الطوابير التي تقف امام عملية الاقتراع والاستفتاء، سنجد أن هناك اتجاه إلى العودة كما يقول غالبية الناس إلى الوطن الأم. طبعا طالما هناك استفتاء في المناطق المحررة يبقى الذي يقول كلمته أولا وأخيرا هو الشعب. الشعب هو الوحيد القادر على تحديد مصيره سواء بالعودة إلى الوطن الأم أو البقاء داخل السياج الأوكراني. نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ شريف عارف، جزيل الشكر يا فندم لوجود حضرتك معانا النهارده.